بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، رح نبدأ اليوم بمحاضرة جديدة وهي الـ Introduction إلى الـ Urinary System. إيش هو الـ Urinary System؟ ضروري ناخد هذه المحاضرة قبل ما نبدأ بالمعمل الأول وهو الـ Urinary Cells، اللي هو أول سائل رح نبدأ فيه في هذا المنهج، وهو تحليل البول. اليورينري سيستم معروف، او الرينال سيستم، نفس المصطلح العلمي، بيعبر عن الاكسكريتوري سيستم المكون من تو كيدنس اند تو يوريترز اند ذا يورينري بلادر اند ذا يوريثرا. اذا اليورينري سيستم زي ما انتم شايفين بالصوره، عندنا كليتين، رايت كيدني وليفت كيدني. ايضا عندنا تيو يوريترز، هي الأورغانز، ضمن الأورغانز of the urinary system، حالبين، بالإضافة لليوريناري بلادر، المثانة واليوريثرا. تو يوريترز، تو كيدنس، يوريناري بلادر بالإضافة لليوريثرا. هذه مكونات اليوريناري سيستم. ايش الاناتومي اوف ذا كيدني، تشريح الكليه. نيجي نشوف بالاول بسلايد رقم 4 ايش الاناتومي اوف ذا كيدني ونطبقها بالصوره. الكليه يا جماعه هي ريتروبيريتونيال اورجانز سيتويتد اون ذا بوستيريور وول اوف ذا ابدومين. عاده هذا العضو موجود في المنطقة البوستيريور الخلفية، وعادة on each side of the vertebral column at about the level of the 12th rib، يعني وين الضلع ال 12، على نفس المستوى لكن من الجهة البوستيريور الخلف القريبة للأبدومين موجودة الكيدنس. طبعا على الجهتين في عنا تو كيدنس، واحدة على الرايت واحدة على الليفت، موجودة في المنطقة اليسار. دايما الليفت كيدني يا جماعة أعلى من الرايت كيدني، وهذا شفنا بالصورة قبل شوية. هاي الليفت كيدني أعلى من الرايت كيدني، ليش؟ لانه في منطقة الليفت موجود عندنا الليفر، عشان كده بتكون الكلية اللي على اليسار بتكون اعلى من الكلية الموجودة في منطقة اليمين. لو اجينا نشوف وين كدني، من ايش بتتكون الكدني، هذه اكيد مرت عليكم ريجونز بمساق اناتومي تشريح. الكيدني تشريحيا هي 3 ريجونز، كورتكس بالاضافه للمدلة والرينال بلفز، نشوفها بالصوره بسلايد رقم 3. من الخارج للداخل، من الخارج يا جماعه عندنا كورتكس، هذه منطقه الكورتكس، ومنطقه الكورتكس يا جماعه معظم الوحدات البنائيه الموجوده في الكليه بتكون موجوده فيها، اللي هي النفرونز، هي ذا فانكشنال يونت اوف ذا كيدني، بتكون موجوده في موجوده هذه منطقه الكورتكس زي ما انتم شايفين، زي ما بوضح لكم هنا، هذه منطقه الكورتكس، معظم النفرونز موجوده في هذه المنطقه، وبسمي النفرونز في هذه المنطقه ذا كورتيكال نفرون، ذا كورتيكال نفرون. لجوا هذه المنطقة بسميها مظلة، عاملة حتى بسموها الرينال بيراميدز، حتى شكلها مختلف، هذه بسميها المظلة، هذه منطقة المظلة تيجي بعد الكورتكس، ولجوا عنا اللي هي البلبس، هذه المنطقة هي البلبس. اذا ثلاث مناطق الكيدني، كورتكس بالإضافة للمظلة بالإضافة للبلبس. زي ما حكينا رينال كورتكس هي the outer region of the kidney،
تحتوي على أكثر تقريبا كل كلية فيها من 1 مليون لـ1.5 مليون مايكروسكوبيك يونتس، وحدات وظيفية اسمها النفرونز، والنفرونز تقريبا بأجزاء مسؤول عن وظيفة الكدني اللي هي الفورميشن اوف يورين، تكون اليورين. المنطقة الوسط أو الداخلية في الكدني بنسميها مظلة، والمظلة تحتوي على التيوبيولز، هو جزء أيضا من مكونات النفرون، بسميها الكوليكتينج تيوبيولز. بيوصل للكدني يا جماعة دم من الأورطة مباشرة عن طريق الرينال أرتريس، وهذا هو الرينال أرتري. بيوصل الكلية الدم عن طريق الأورطة، هو الوعاء الدموي المغذي للكلية، بسميه رينال أرتري from the aorta مباشرة via renal arteries. والدم يا جماعة بطلع من الكلية عن طريق الريتيرن، طبعا بيرجع للقلب عن طريق الانفيريور فينا كافا عن طريق الرينال فينز، بيرجع تاني الدم عن طريق الانفيريور فينا كافا عن طريق الرينال فينز. طبعا واضح ان كل باللون الاحمر from the aorta هو الدم اللي جاي من الاورطه عبر الرينال ارتريز، واللي باللون الازرق الدم اللي راجع للقلب عن طريق الرينال فينز وبروح مباشره للفينا كافا. نحددهم هنا بالماركر، هيها الاورطه، وهي كمان عندكم الانفيريور فينا كافا، تمام. هذا بالنسبة للمكونات اليوريناري سيستم والاناتومي اوف ذا كيدني، هذا فقط المطالبين في بالاناتومي. نيجي الان للوحدة البنائية او الفانكشنال يونت في الكيدني، حكينا النفرون. كل كلية حكينا تحتوي من 1 لـ1.5 مليون من النفرونز، ومعظم النفرونز يعني جزء كبير من النفرونز بيبدأ موجودة في الكورتكس، جزء كبير من النفرون موجود في منطقة الكورتكس زي ما انتو شايفين، هيا حتى مرسوم عنا هنا، هيو نفرون. each kidney each nephron is composed of two main parts، كل نفرون يا جماعة يتكون من جزئين. الجزء الأول بسميه رينال كورباسكل، رينال كورباسكل هذه المنطقة، وهذه طبعا تتكون من زي ما انتم شايفين منطقة الجلوميرولوس ومنطقة الكبسول اللي هي البومانس كبسول. ضروري نفهم هذه الأجزاء عشان نشوف كيف العملية الفورميشن اوف يورين، كيف بتكون اليورين وكيف الكيدني بتأدي وظيفتها، وكل جزء من النفرون بيأدي وظيفته لحد ما يتكون اليورين. هذه منطقة الرينال كورباسكل. باقي النفرون هو عبارة عن رينال تيوبيولز، أيضا مقسم لأجزاء. أول جزء بسميه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، هاي هذا اول جزء. الجزء الثاني هذا اللوب اوف هنلي، الجزء الثالث من التيوبيولز الديستال كونفوليوتد تيوبيول هذه المنطقه، والجزء الرابع الكوليكت اخر جزء اللي هي منطقه الكوليكتنج داتس. اذا النفرون هو عبارة عن كورباسكل مكونة من الجلوميرولوس وبومانس كبسول، وباقي النفرون هي عبارة عن الرينال تيوبيول اللي هي 4 اجزاء، بروكسيمال كونفوليوتد تيوب هي تقريبا 3 واخر قطعة الكوليكتنج داكتس، بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، لوب اوف هنلي بالاضافة للديستال كونفوليوتد تيوبيول. لو اجينا نشوف اللوب اوف هنلي هي جزئين، في المنطقة نازلة لتحت هي هدي السندنج لام، والجزء الثاني من اللوب اوف هنلي هو الاسندنج لامب.
هذه أجزاء النفرون. زي ما حكينا، جزء كبير من النفرون موجود في منطقة الكورتكس. هذا الجزء حنسميه الكورتيكال نفرون، بيمثل 85% من النفرون. الجزء من النفرون الموجود في منطقة الكورتكس بسميه الكورتيكال نفرون. أيضا باقي النفرون هنلاقي تركيبته كمان في منطقة الميدلا، لكن قليل، يعني أقل من منطقة الكورتكس. معظم النفرون بأجزائه هي موجودة في منطقة الكورتكس، وبتمثل 85% من النفرون. وظيفتها في هذه المنطقة يا جماعة، وظيفة النفرون بشكل عام هي ال removal of waste products and reabsorption of nutrients. يعني النفرون بأجزائه بيرجع بعيد امتصاص الحاجات المفيدة للجسم، بيرجعها للدم. أما الحاجات الويست بتخلص منها عن طريق الكدني، عن طريق تكون البول. الجزء الثاني من النفرون أيضا حلاقيه ممتد في منطقة المظلة، وبسميه مدلري نفرون. طبعا هذا الجزء معظمه بيكون باقي التيوبيولز اوف نفرون، خصوصا اللوب اوف هنلي. واللوب اوف هنلي إلها وظيفة حلوة في اليورين فورميشن، إنها بتركز اليورين. وظيفتها هي زيادة تركيز اليورين، ال concentration of the urine. هذه الأنواع النفرونز الموجودة في الكدني حسب مكان وجودها. في عنا كورتيكال نفرون، وفي عنا ميدلري نفرون. في هنا منطقة بالكدني بسميها جاكستا ميدلري نفرون، يعني المنطقة الربط ما بين الكورتكس والمظلة، هذه بسميها كورتيكال اند جاكستا ميدلري نفرون. هذا بالنسبة للنفرون وأجزاء النفرون، أنواع النفرون. نيجي نحكي عن وظائف كل جزء من أجزاء النفرون. وظيفة النفرون هي يا جماعة تكون اليورين، the formation of urine. تتضمن هذه العملية ثلاث شغلات: filtration، reabsorption and secretion. ثلاث عمليات لحد ما يتكون اليورين بتمر فيها النفرون. بهذه المراحل: filtration، reabsorption إعادة امتصاص، ترشيح إعادة امتصاص، وsecretion لليورين. اللي بيقوم بوظيفة الفلتريشن الرينال كورباسكل، أول جزء من النفرون المكون من الجلوميرولوس والبومانس كبسول. هذا الجزء هو المسؤول عن الفلتريشن اوف ووتر اند ديسولفد سبستانسز فروم ذا بلازما. ايش يعني فلتريشن؟ يعني كل المواد اللي بتوصل عن طريق الدم للكدني بيتم ترشيحها، بحيث كل الحاجات الصغيرة بالحجم زي الووتر اللي وزنها قليل، الديسولف سبستانسز المواد الذائبة في الدم، هذه كلها بتوصل وتترشح عبر الجلوميريولاس، لأنه بيشتغل زي منقل يا جماعة. كل الحاجات الصغيرة بيسمح بدخولها ما عدا الحاجات الكبيرة. يعني كمان شوية حنقول البروتينات ما بتفوت عبر الجلوميريولاس، كمان الجزيئات الكبيرة زي السيلز، الخلايا الكبيرة زي الار بي سيز والوايت بلاد سيلز ما بتترشح لأن حجمها كبير. فهذا أول جزء من النفرون وظيفته فلتريشن. نيجي للجزء الثاني من النفرون اللي هي الرينال تيوبيولز. الرينال تيوبيولز وظيفتها ري ابزوربشن، وظيفتها إعادة امتصاص. إعادة امتصاص للإيش؟ للحاجات المفيدة للجسم زي الجلوكوز، زي الأملاح، زي المية. وبعد ما يصير إعادة امتصاص كل الويست برودكتس اللي بتضل بصير لها سيكريشن. ففي النهاية وظيفة أجزاء النفرون فلتريشن، ري أبزوربشن، وفي النهاية سيكريشن. أول جزء ذا بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول
وظيفته إعادة امتصاص المية والسوليوتس. بيرجع هذا الجزء بيمتص المية والسوليوت. طبعا بالأول صار لها فلتريشن، لكن الجسم يا جماعة لو حيعمل ترشيح لكل المواد، طبعا الجسم مش حيصير فيه مية ولا حيصير فيه مغذيات. عشان كده الكلية أو النفرون في هذه المنطقة بيرجع بيعيد امتصاص المية وبيرجع بيعيد امتصاص السوليوت. هذه وظيفة البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيل. اللوب اوف هيملي الثاني جزء من الثاني بارت من التيوبيلز، وظيفته كونسنتريشن، هو بيركز اليورين. طبعا كيف بيركز اليورين؟ does this by bombing sodium and chloride ions out of the filtrate into the tissue fluid. وظيفته جدا مهمة للكونسنتريشن اوف يورين، هو بيخلي منطقة المظلة في هذا الجزء زي حوض ملحي. كيف؟ انه بيخلي الصوديوم والكلورايد ايونز تطلع لمنطقة المظلة، لمنطقة التشو، بحيث يخليني منطقة التشو بالفعل حمام ملحي، بخليها مليانة أملاح زي الصوديوم والكلورايد. طبعا وجود الأملاح في هذه المنطقة بيزود الكونسنتريشن لليورين في هذه المنطقة. الجزء الثالث من التيوبيولز الديستال كونفوليوتد تيوبيول، أيضا بهذه المنطقة بيتم امتصاص أيضا الصوديوم والووتر، ويتم امتصاص الصوديوم تحت تأثير هرمون الألدوستيرون. هرمون الألدوستيرون حكيناه سابقا، هو هرمون بيطلع من الأدرينال كورتكس، وظيفته إعادة امتصاص الصوديوم. ومن الهرمونات يا جماعة اللي بتفوت بميكانيزم الأنجيوتنسينوجين رينين ألدوستيرون ميكانيزم، وبالتالي بنظم البلاد فوليوم وبنظم أيضا البلاد بريشر. آخر جزئية في التيوبيولز الكوليكتينج داكتس، في هذا المكان يا جماعة بصير امتصاص للمية، بصير إعادة امتصاص للمية. وهذه المنطقة يا جماعة يعني قبل شوية حكينا منطقة الديستال كونفوليوتد تيوبيولز بصير أبزوربشن للصوديوم لأنها تحت تأثير الألدوستيرون. تمام، قاعدة بكتب ألدوستيرون. تمام، نصغر الخط. تمام، هنا هرمون الألدوستيرون. الكوليكتينج داكت بتعمل أيضا ري أبزوربشن للمية، لكن هذه المنطقة بتكون تحت تأثير هرمون تاني اسمه الـ ADH اللي هو الأنتي ديوريتيك هرمون. طبعا حكينا أيضا بالمحاضرة السابقة، هو بينتج الهايبوثالاموس ويخزن بالبوستيريور بيتيوتري جلاند، ويفرز وقت ما يكون الجسم في هايبر أوزمولر، يعني الأوزموليتي عالية، يعني الصوديوم عالي. وين في يا جماعة هايبر أوزمولاريتي؟ وين في هايبوفوليميا، يعني البلود فوليوم قليل، وقتها الجسم محتاج لمية. الـ ADH الأنتي ديوريتيك هرمون مسؤول عن إعادة امتصاص الووتر عن طريق الكدني في منطقة الكوليكتينج داكتس، وبالتالي كمية اليورين اللي بتنزل بتكون قليلة، وبالتالي بيصير توازن. هذه البارتس اوف ذا نيفرون والفانكشنز تبعتها، طبعا حنشوفها بشكل واضح الان بالسلايدة اللي بعدها. هاي منطقة الجلوميرولاي ومنطقة البومانز كبسول. طبعا هذه المنطقة وظيفتها فلتريشن، الترا فلتريشن. نيجي لمنطقة البروكزيمال تيوبيول. منطقة البروكزيمال هيها فلتريشن، هذه اول وظيفة. منطقة البروكسيمال تيوبيول وظيفتها حكينا سيلكتيف ري ابزوربشن، بصير هنا إعادة امتصاص لكل المواد المفيدة للجسم زي الجلوكوز والأمينو أسيدز وبعض البروتينات الصغيرة اللي فاتت ومفيدة للجسم، المية، الأملاح، السوليوتس، بصير لها إعادة امتصاص في منطقة البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. منطقة اللوب في هنلي حكينا بتعمل كونسنتريشن أو بنسميها أوزمو ريجوليشن، لأنه بصير هنا إعادة امتصاص
للصوديوم وللكلورايد في هذا المنطقة الأملاح، وهذا الوسط يا جماعة بصير وسط ملحي أو سولت باث، كله هذا بصير مليان أيونز زي الكلورايد والصوديوم، وبالتالي بصير مور كونسنتريشن لليورين. منطقة الديستال كونفوليوتد تيوبيول هنا بيشتغل حكينا هرمون الألدوستيرون، هنا بصير امتصاص سيلكتيف ري ابزوربشن، خصوصا سيلكتيف ري ابزوربشن حكينا للصوديوم وللمية. طبعا مجرد ما يصير ري ابزوربشن للصوديوم تلحقها المية لانه تحت تأثير هرمون الألدوستيرون. اخر منطقة في النفرون هي الكوليكتينج داكتس، في هذه المنطقة بصير ووتر ريتينشن، هذه المنطقة تحت تأثير هرمون الـ ADH. الـ ADH بيعمل إعادة امتصاص للمية، بقلل كمية اليورين اللي نازلة خصوصا في حالات الهايبوفوليميا والأزمو والهايبر أزموليتي، إعادة امتصاص ووتر ريتينشن. أيضا من وظيفة الـ ADH أزمو ريجوليشن، كمان مسؤول عن الكونسنتريشن أوف يورين، وحنحكي الميكانيزم بالمحاضرة خلال هذه المحاضرة. طبعا هذه أجزاء النفرون ووظائفها. طبعا زي ما حكينا اليورين فورميشن بيبدأ بالفلتريشن، هي 3 ميكانيزمز. أول عملية فلتريشن، تاني عملية تيوبولار ري أبزوربشن، وآخر عملية سيكريشن. واضح عنا هي منطقة الجلوميرولاي، هذه المنطقة المسؤولة عن الفلتريشن. طبعا بوصل البلد للكدني عبر الأفيرنت أرتيريول، بدنا ننتبه عبر الأفيرنت أرتيريول. بهذه المنطقة بصير يورينري فلتريشن، فلتريشن لمين؟ للووتر، للجلوكوز، للأمينو أسيدز، للأملاح السولس واليوريا، باس ثرو ذا جلوميرولاي. ليش كلها بتفوت عبر الجلوميرولاي؟ لأنه يا جماعة حجمها صغير، الموليكيولار ويت تبعتها صغيرة، يعني فقط هذه اللي بصير لها فلتريشن. طب باقي المواد اللي بتكون جاية مع البلد ترجع تاني للبلد، لأنه الـ ما بتقدر تفوت عبر هذا المنخل، عبر هذا السيف، يعني هذا اعتبروه زي منخل بيسمح لبعض المواد انها تفوت، اللي هي الصغيرة في الحجم الموليكيولار ويت تبعتها صغيرة، لكن الكبيرة في الحجم بيرجعها، زي البروتينات اللي حجمها كبير والخلايا اللي حجمها كبير. نكمل بعملية اليورين فلتريشن فورميشن. طبعا بعد الفلتريشن بصير ري ابزوربشن، اول منطقة مسؤولة عن الري ابزوربشن هي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيل. طبعا دايما هذه المناطق مبطنة بخلايا معينة بتزود مساحة الامتصاص، طبعا بتزود مساحة الامتصاص لهذه المواد، وسبحان الله يعني تركيبة الكيدني تيوبيولز من ناحية لايننج سيلز بتخليها تأدي وظيفتها بشكل ممتاز. تيوبيولاري ابزوربشن، في هذه المنطقة بصير إعادة امتصاص لجميع المواد المفيدة للجسم زي المية، الجلوكوز، أمينو أسيدز، حتى 100% من هذه المواد بالفعل بصير لها ري ابزوربشن، إعادة امتصاص، الفيتامينات، البايكربونيتس، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، كلها بصير لها إعادة امتصاص في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. وتستكمل العمليه في اللوب اوف هينلي، بصير مور كونسنتريشن لليورين في 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 منطقه الديستال كونفوليوتد تيوبيول، بصير اعاده امتصاص ايضا للصوديوم وللميه لحد ما نوصل لمرحله الكوليكتنج داكتس، هنا بصير سيكريشن. الحاجات الغير مفيده الجسم مش محتاجها بصير لها طبعا بيتم التخلص منها. اخر عمليه هي السيكريشن، بيتم التخلص من الامونيا، الكرياتينين، الهيدروجين، البوتاسيوم، اند سم دراجز، كلها بتنزل عن طريق اللي هو اليورين، وبصير يورين فورميشن. هذه العمليه اليورين فورميشن بشكل مختصر.
طبعا أثناء مرور هذه المواد، سواء أنا بحكي عن ووتر، بحكي عن سوليوتس، بحكي عن جلوكوز أمينو أسيدز، طبعا عملية إعادة امتصاص هذه المواد يتم بطريقة معينة. يعني في بصير إعادة امتصاص عن طريقة الأكتيف ترانسبورت، اللي هي بنحتاج فيها لطاقة لنقل هذه المولكيولز وإعادة وصولها للدم. اكتيف ترانسبورت بقصد فيها يعني بصير استهلاك لاي تي بي. الباسيف ترانسبورت لا، يعني احنا محتاجين فقط اما بتكون سيمبل ترانسبورت بدون وجود بروتينات ناقله، او بيتم في وجود اللي هي مواد معينه بتساعد على الترانسبورت. ففي مواد اما نقلها بيتم بطريقه السيمبل الباسيف ترانسبورت، وحنلاقي مواد يحتاج نقلها لطاقة اي تي بي وبسميها اكتيف ترانسبورت. طبعا واضح عندنا بسلايد 10 ايش بكل منطقة من مناطق النفرون، هل بيتم النقل عن طريق الاكتيف ترانسبورت او الباسيف ترانسبورت، وحنحكي عن هذا الكلام بالتفصيل. يعني لو اجينا يعني اول خطوة من خطوات اليورين فورميشن الفلتريشن، طبعا اللي بيقوم بهذه العملية حكينا الكورتكس، أهم مواد بتكون موجودة في الفلتريت اللي بتنتقل من الدم للكلية المية. يعني كل المواد هذه لأنه أصلا الموليكيولار ويت تبعتها قليلة فكلها من مكونات الفلتريت. المية يا جماعة من مكونات الفلتريت، الصوديوم، الكلورايد، البيكربونات، الهيدروجين ايونز، اليوريا، الجلوكوز، الامينو اسيدز، انسام دراكس، كلها يا جماعة بتفوت عبر الكورتكس الجلوميرولاي وبتفوت لمنطقة البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. منطقة البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول اللي هي هذه المنطقة بصير فيها إعادة امتصاص كل المغذيات والمواد المفيدة للجسم، منها البيكربونات، منها الكلورايد، الصوديوم، المية، اما بطريقة بيتم نقلها اما بطريقة الاكتيف ترانسبورت او الباسيف ترانسبورت. يعني المية، البيكربونات، البوتاسيوم كلها بتنتقل في هذه المنطقة باي باسيف ترانسبورت، لكن النيوترينتس والصوديوم والهيدروجين تنتقل بطريقة الاكتيف ترانسبورت. البلون الاحمر اكتيف والبلون الازرق هو الباسيف. إذا هنا 100 تقريبا من 85 ل 100% من النيوترينتس والمية بيرجع الجسم أو بصير لها إعادة امتصاص في منطقة البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيل. طيب ننزل لتحت شوية، طبعا هذا كله في منطقة الكورتكس، إحنا النفرون الموجود في الكورتكس هذا كله موجود في منطقة الكورتيكال نفرون. ننزل لتحت بعد البروكسيمال في عنا اللوب اوف هنلي، اللوب اوف هنلي جزئين، في عنا الديسندنج لوب اوف هنلي بنزول، وفي جزء اللي طالع لفوق موجود في الاوتر مظلة عنا الاسندنج لامب. هاي الاسندنج لامب وهي الاسندنج لامب اوف ذا لوب اوف هنلي. اول جزء يا جماعه من اللوب اوف هنلي وهو الديسندنج لامب هو يا جماعه فقط بيسمح للميه باعاده امتصاصها زي ما انتم شايفين، فقط بيسمح بالري ابزوربشن اوف ووتر، بتطلع الميه لمنطقه التيشو زي ما انتم شايفين. نيجي لمنطقة الاسندنج لام طبعا واحنا نازلين فقط المية اللي هي اللي بيتم امتصاصها، لكن في منطقة الديسندنج فقط الصوديوم والكلورايد اللي بيتم امتصاصه. عشان كده كل ما صار امتصاص لصوديوم وكلورايد فقط يا جماعة، صوديوم وكلورايد يعني ما بتلحقها مية، يعني زي ما كنا بنعرف بأنه مجرد ما يصير امتصاص للصوديوم تلحقه مية، لا هنا بس فقط بصير امتصاص للصوديوم، هو فقط نفذ للصوديوم غير نفذ للماء. هلأ كل ما صار امتصاص أكتر للصوديوم والكلورايد كل ما طلعنا لفوق في منطقة الأسندين، كل ما صار more concentration لليورين
حيصير تركيز أكتر لليورين في هذه المنطقة، حتى لو قسنا الأوزمولاليتي في هذه المنطقة حنلاقيها أعلى إشي، لأنه هنا اليورين مور كونسنتريتد. هذه بالنسبة لوظيفة اللوب أوف هنلي. نيجي للمنطقة اللي بعديها الديستال كونفوليوتد تيوبيول. في هذه المنطقة بيتم امتصاص الصوديوم والكلورايد، وأيضا بيلحقها مية، ايضا بتسمح للمية بإعادة امتصاصها. في هذا البارت كمان يا جماعة بصير تنظيم للهيدروجين والبيكربونات. ممكن يتم امتصاص في هذه المنطقة بيكربونات او امتصاص هيدروجين. يعني هذا المكان بنظم البي اتش يا جماعة، بدنا ننتبه لهذه الشغلة. طالما هنا بصير امتصاص للصوديوم والصوديوم ايضا تلحقه ميه، هذا الجزء عاده تحت تاثير هرمون الالدوستيرون. لانه بصير امتصاص للصوديوم بيرجع بصير امتصاص للميه. طبعا متى بيشتغل هرمون الالدوستيرون؟ اذا كان في عندنا نقص في البلد فوليوم، وايضا في نقص في البلد بريشر. اذا البلد فوليوم قليل، وايضا اذا كان البلد بريشر قليل، تمام. ايضا في هذا المكان بصير تنظيم للبي اتش، لانه شايفين اما بصير اعادة امتصاص للبيكربونات او للهيدروجين. طبعا اذا 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 الجسم في اسيديتي عالية بيتم امتصاص البيكربونات. اذا الجسم في الكلينينيتي عالية، يعني قاعدة اكتر، وقتها بصير امتصاص للهيدروجين، بيرجع الهيدروجين للبلط وبصير توازن من ناحية بي اتش. هذه وظيفة الديستال كونفوليوتد تيوبيول. نيجي لاخر منطقة مسؤولة عن الفورميشن اوف يورين، اللي هي منطقة الكوليكتنج داكتس. هيها منطقة الكوليكتنج داكتس. في هذه المنطقة ايضا بيرجع ممكن يصير امتصاص للصوديوم والكلورايد، ايضا بيصير امتصاص لليوريا والمية. خلينا نركز على هذه المنطقة. يعني في منطقة الكوليكتنج داكس بيرجع امتصاص للمية وامتصاص لليوريا. طبعا هذا يا جماعة تحت تأثير هرمون الـ ADH. أنتي دايوريتيك هرمون هو اللي بيشتغل على منطقة الكوليكتنج داكس، وبيعمل إعادة امتصاص للمية، وأيضا بيعمل إعادة امتصاص لليوريا. ليش بيمتص اليوريا؟ لأنه أيضا مسؤول عن الكونسنتريشن أوف يورين. اليوريا ريسايكلينج، إعادة امتصاص اليوريا، بحافظ على الأوزمولاليتي في هذه المنطقة، وبحافظ على الكونسنتريشن أوف يورين. حنحكي بالتفصيل عن هرمون الـ ADH في نهاية هذه المحاضرة، وحنحكي عن هرمون الألدوستيرون، ورجع نحكي عن الميكانيزم أوف أنجيوتنسينوجين رينين ألدوستيرون ميكانيزم. هيك بنكون حكينا عن عملية الفورميشن اوف يورين. حنمر عن السلايدات ونحكي عن بعض الامور اللي ما حكيناها خلال هذه. نكمل بوظيفة باليورين فورميشن. يعني تقريبا انا بالسلايد رقم 10 حكيت عن معظم الامور، ولكن حمشي على السلايدات ونشوف ايش الحاجات اللي ما حكيناها، وندقق على كل عملية من هذه العمليات. يعني زي ما حكينا يورين فورميشن بيبدأ بالجلوميرولار فلتريشن. هذه العملية تعرف على انها الترا فلتريشن اوف ذا بلازما، هي عملية ترشيح للبلازما نفسه. الجلوميرولوس بيبدا تعمل فلتريشن، فلترز انكومينج بلاد، الدم اللي بوصل للكليه عبر الافيرنت ارتيريول بيصير له عمليه فلتريشن. هذه منطقه الجلوميرولاي بتشتغل كبارير، كحاجز، بتشتغل كسيب، تشتغل كمنخل، بتسمح لبعض المواد انها تفوت، والمواد الكبيرة في الحجم بتمنع مرورها. هلا ايش المواد اللي بتسمح بصير لها فلتريشن؟ all small molecules زي المية، زي الالكترولايتس، الجلوكوز، الامينو اسيدز، اليوريا، الكرياتينين، باص فريلي and enter the proximal tubule. كلها بتفوت عبر الجلوميرولوس وبتنتقل لمنطقة البروكسيمال تيوبيول. لكن but restricts، تمنع بعض اللارج سيلز والماكرو مولكيولز انها تفوت، زي البروتينات.
عشان كده لما بنعمل يورين اناليسز لشخص ولقينا بروتينات، اذا لقينا زلال، اذا لقينا بلود سيلز، بنعتبر انه هذه حاله مرضيه، يعني في مشكله في الفلتريشن ميمبرين، لانه بشكل طبيعي المفروض هذه المواد ما تفوت، هذه الخلايا وهذه البروتينات المفروض ما تفوت عبر الفلتريشن ميمبرين وما توصل لليورين. عشان كده احنا بوضع طبيعي ما عندناش خلايا دم في اليورين، ما عندناش بروتينات في اليورين اللي بتكون نيجاتيف او نيل، لانه بشكل طبيعي هذا السيف، هذا الجلوميرولار لا يسمح لهذه المواد انها تفوت. كيف بتصير عملية الفلتريشن؟ عادة by simple mechanical filters because filtrate formation doesn't consume metabolic energy. حتى عملية الفلتريشن هي simple filtration، لا تحتاج إلى استهلاك طاقة، ما مش محتاجين هنا لـ ATP، لتكسير ATP عشان يصير عملية الفلتريشن، هي بتتم بطريقة جدا simple. لكن تحت هذه العملية تحتاج لأديكوت بريشر، يعني لازم ضغط الدم يكون سليم بحيث تتم عملية الفلتريشن بشكل سليم. بمعدل يا جماعة the kidney have extremely high rate of blood flow approximately 1200 ml of blood are clean of waste products each minute. تقريبا ما يقارب 1200 ميل اوف بلاد بصير لها فلتريشن كل مينت. طبعا هذه العملية اخذتوها اكيد بالكيمستري اللي هي الفلتريشن ريت، معدل الفلتريشن. هلا احنا لو بنحكي عن هذه العملية يوميا يا جماعة، يوميا بصير فلتريشن من 180 لتر ل 200 لتر of the filtrate the glomeruli، بتكون فلتريت من 180 ل 200 لتر، يعني تقريبا هذا الفلترات اللي بتكون اللي بفوت عبر الكلية عبر الجلوميرولاي من 180 ل 200 لتر، لكن فعليا يا جماعة اللي بتكون من اليورين هو فقط 2 لتر. شايفين قديش النسبة؟ ارجع احكيها تاني، الفلترات كميته اللي بفوت الجلوميرولاي تقريبا 180 ل 200 لتر، هذا في اليوم الواحد each day. لكن كمية اليورين يا جماعة لو أنا بحكي عن شخص أضلت، فقط كمية اليورين ديلي إحنا بنطلع تقريبا من بيطلع يورين من 2000 ل 2500 مل، يعني 2 لتر. تمام، فرق 200 لتر فلتريت بالمقابل عندنا فقط 2 لتر يورين، لانه يا جماعه معظم الفلتريت 99% من الفلتريت بصير له اعاده امتصاص. هي الفكره في شغل اليورين. اوكي، عندنا 200 لتر فلتريت كل يوم، في عندنا 200 لتر فلتريت بفوتوا من الدم للكدني، لكن فعليا فقط 2 لتر من اليورين بتكون، لانه 99% من هذا الفلتريت بصير له اعاده امتصاص. هذه العملية قديش حجم الفلترات اللي بتكون كل دقيقة، بسميها عملية الجلوميرولار فلتريشن ريت، يعني معدل الفلتريشن، ويعرف معدل الفلتريشن على انه the volume of the filtrate formed each minute by the combined activity of all 2 million glomeruli of the kidneys. واحنا الجلوميرولار فلتريشن ريت كل دقيقة، في الدقيقة الواحدة بصير فلتريشن ل 120 ل 125 مل بير مينت. طبعا في اليوم الواحد تقريبا من 180 ل 200 لتر بصير عملية بيتكون فلتريت. جدا هذا الرقم ضروري يعني حفظ، هذه معدل الجلوميرولار فلتريشن ريت، قديش حجم الفلتريت اللي بتكون كل دقيقة وقديش حجم الفلتريت اللي بتكون في اليوم. في المقابل عندنا 2 لتر فقط من اليورين تتكون،
ليش؟ لأنه 99% من هذا الفلتريت بيتم إعادة امتصاصه يا جماعة. وهذا الفحص حساب الجلوميرولار فلتريشن ريت إحنا كأخصائيين تحاليل طبية ممكن نحسبه، ممكن نحسب حاجة اسمها كرياتينين كليرانس عن طريق جمع عينة يورين 24 ساعة، هنحكيها في اليورين أناليسس. وهذا الفحص يا جماعة هو اللي بقيم حالة الكدني وبقيم وظيفة الكدني. Factors affecting glomerular filtration rate، في عنا عدة عوامل تؤثر على glomerular filtration rate. واحد، تغير change in renal blood flow، نفسها الدم الوصل للكلى إذا صار خلل في blood volume أو blood pressure حيأثر على glomerular filtration rate. رقم اثنين، glomerular capillary hydrostatic pressure، زي ما حكينا الكابيلاري بلود بريشر، اذا انا بحكي اختلاف في البلود فلو، اذا صار تغير في الهيدروستاتيك بريشر اوف ذا كابيلاري او تغير في الهيدروستاتيك بريشر اوف ذا كبسول نفسه راح ياثر ايضا على الجلوميرولار فلتريشن ريت. ايضا الضغط اللي بتحدثه البروتينات اللي بتفوت عبر هذا السيف اللي بنسميه الانكوتيك بريشر، اذا تغير حتختلف الجلوميرولار فلتريشن ريت. نفسه البرميابيليتي النفاذية، نفاذية الكابيلاري نفسها ونفاذية يعني إذا النفاذية زادت خصوصا في منطقة السيف، إذا فتحات هذا السيف وسعت هنلاحظ إنه مور فلتريت حيفوت، حتى الجزيئات الكبيرة في الحجم ممكن تفوت عبر هذا الفلتريت. كمان the effective filtration surface area، إذا مساحة السطح طبعا of the lining cells تأثرت حيزيد الفلتريشن ريت أكبر، الامتصاص حيزيد أكبر والفلتريشن حيكون أكبر. size shape and electrical charge of the macromolecule، اختلاف الحجم للmacromolecules أو شكلها أو شحنتها حيأثر طبعا في عملية الفلتريشن. الشحنات، اختلاف الحجم، يعني في حاجات أصلا ما كانتش تفوت الفلتريت بفعل هذا التغير صارت تفوت الفلتريت، فالglomerular filtration rate وقتها حيتغير. هذه هي العوامل اللي بتأثر على الجلوميريولار فلتريشن ريت. تاني عملية من عمليات اليورين فورميشن هي الري أبزوربشن، وهذه وظيفة التيوبيولز. وهذه العملية سيلكتيف، هي عملية سيلكتيف ترانس إبيثيليال بروسيس ذات بيجنز أس سون أس فلتريت إنترز ذا بروكسيمال تيوبيول. بدنا ننتبه هذه وظيفة البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز، هي المسؤولة عن الري أبزوربشن. لأنه مش معقول إنه بكل دقيقة جسمنا رح يفقد 120 مل of the filtrate، تمام؟ لازم يعني حكينا كل دقيقة 120 مل بيتكون من الفلتريت ويتم فقده. طبعا معنى الكلام إحنا حنفقد 200 لتر في اليوم، وهذا الكلام ما بيصير لأنه فقط 2 لتر من اليورين بتكون. ليش؟ لأنه بهذه العملية الفلتريت بفوت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وبيتم إعادة امتصاص معظم المغذيات والمواد المفيدة للجسم، إما عن طريق الأكتيف ترانسبورت أو الباسيف ترانسبورت. إيش هي المواد اللي بيتم إعادة امتصاصها؟ السوليوتس زي الصوديوم، بوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الكلورايد، البيكربونات، الفوسفات، المية، and important metabolites، بيصير امتصاص للجلوكوز، الامينو اسيدز، and even some waste product زي اليوريا واليوريك اسيد. كل هذه المواد بيرجع الجسم بيمتصها، بترجع للدم عن طريق البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. ايش طرق الامتصاص؟ حكينا طريقتين للامتصاص، طريقه لا تحتاج الى اي تي بي وهي الباسيف، وطريقة تحتاج إلى ATP استهلاك للطاقة وبنسميها طريقة أكتيف. الأكتيف الباسيف ترانسبورت هو حركة المولكيولز أكروس ذا ميمبرين بفعل الاختلاف في الكونسنتريشن، تمام؟ or electrical potential on opposite sides of the membrane gradients، تمام؟ حركة المواد من مكان لمكان بسبب الاختلاف في الكونسنتريشن.
تمام، بسميها باسيف ترانسبورت. واختلاف الكونسنتريشن يعني بيكون من تركيز عالي لتركيز منخفض، وهيك بتنتقل من تركيز عالي بتنتقل لتركيز منخفض. من أمثلة الباسيف ري ابزوربشن امتصاص المية in all parts of the nephron except the ascending lobe of Henle. المية يا جماعة تمتص بالباسيف ري ابزوربشن ما عدا في منطقة الاسندينج. يعني لو رجعنا لسلايد 10 هنلاقي في منطقة الاسندينج ما فيش امتصاص للمية في هذه المنطقة، فقط للصوديوم والكلورايد، لانه impermeable to water يعني غير نفاذة للماء. الاكتيف ترانسبورت هو ايضا حركة للمولكيولز لكن من التركيز المنخفض للتركيز العالي. طبعا هنا بنحتاج لكارير بروتينز ومحتاجين هنا لاستهلاك طاقة. اشهر مثال على اكتيف ترانسبورت اللي هو حركة الجلوكوز الامينو اسيدز والسولتس في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، كمان حركة الكلورايد في الاسندينج لوب اوف هنلي والصوديوم في الديستال كونفوليوتد تيوبيول. هذه امثلة على اكتيف ترانسبورت. لو شفنا سلايد 10 حيكون موضح بالاسهم، السهم الاحمر يعني اكتيف ترانسبورت والسهم اللي باللون الازرق هو الباسيف ترانسبورت. وصلنا ل في عملية الري ابزوربشن لمصطلح جدا حيفيدنا في عمليات اليورين اناليسز اللي هو الرينال ثريشولد. الرينال ثريشولد كتير بنسمع انه الرينال ثريشولد لفحص الجلوكوز من 120 ل 180 ملي جرام بير ديسيلتر. ايش يعني رينال ثريشولد وايش يعني هذا التركيز وايش بفيدنا؟ most components present in the urine are also present in the blood. معظم المواد اللي اصلا اللي بتتكون في اليورين هي اصلا جايه من البلد، لكن in different concentrations in different amounts and proportions. المواد الموجوده في اليورين اوكي هي جايه من البلد لكن بتركيز مختلفه. Many small molecules that enter the glomerular filtrate become reabsorbed into the blood as the filtrate passes through the tubules of the nephron. دليل على انه تركيزها مختلف، معظم المواد اللي بتوصل للفلتريت ترجع الكدني بتعمل لها reabsorption وبترجع للبلد، لانه بالفعل الجسم محتاج لهذه المواد. When the blood level of the substance becomes high enough to exceed the tubular reabsorption capacity, then the substance will excrete it in the urine. لكن لو تركيز هذه المادة وصل في البلد لتركيز عالي، وصل قدرة الكلية انها تعمل له reabsorption، وقتها حلاقي هذه المواد وصلت لليورين وصار لها excretion of the urine. اذا متى مسار البلد كونسنتريشن اعلى، وقتها الكليه مش هتقدر تعمل امتصاص وحنوصل لحاجه اسمها رينال ثريشولد. In those cases the blood concentration is said to have exceeded the renal threshold. وقتها هذا التركيز اللي وصلت وهذه المادة في البلد إذا تعدى renal threshold، وقتها حلاقي هذه المادة وصلت لليورين وبالفعل بقدر أقيسها في اليورين. إذا فرينا الثريشولد مثلا للجلوكوز تقريبا من 160 ل 180 ملي جرام بير ديسيليتر. معنى الكلام انه اقل من هذا التركيز الجلوكوز راح يصير له ري ابزوربشن عن طريق الكلى عن طريق النفرون وبالتالي مش حيوصل لليورين. لكن اذا زاد تركيز الجلوكوز عن هذا الثريشولد وقتها حلق الجلوكوز يا جماعه صار له اكسكريشن في اليورين، لانه هذا التركيز فوق قدرة الكلية انها تعمل له اعادة امتصاص. هذا جدا تعريف مهم. ورينا الثريشولد للجلوكوز من 160 ل 180 ملي جرام بير ديسيليتر. هذا الرقم طبعا حفظ جدا مطالبين فيه.